بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. واستذكر جلالة الملك المفدى الدور الذي اطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيدا جلالته بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب. كما بعث حضرة صاحب الجلالة حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها جلالته أحر تعازيه ومواساته داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.